مرحبا، هل لديك مولود جديد أو لديك طفل في البيت؟ برنامج اليوم 123 Grow سوف يتحدث عن التغييرات الهامة التي يمر بها طفلك خلال السنوات القليلة القادمة وما يمكنك متابعته بصفتك أب أو أم. معكم مثنى الوائلي، مدير مدرسة إيمان الإسلامية في مدينة كوينسي لتعليم اللغة العربية بماساتشوست، وأنا أيضاً أب لولدين. ينضم إلي في هذه المحادثة الدكتورة أمل العوامي، دكتورة السلوك التطوري التنموي في بمركز تافتس الطبي في بوسطن. أهلاً وسهلاً بك دكتورة. أعزائي المشاهدين، نعرض لكم بعض مقاطع الفيديو الخاصة لأطفال بمراحل مختلفة من التطور والنمو، وسنقدم أمثلة عن بعض المهارات التي يكتسبها الأطفال في هذه المراحل، ثم نستمع إلى أحد الأبوين وسنناقش ما يجب عليك فعله إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات. في نهاية البرنامج سنطلعكم على الكثير من الموارد وكذلك كيفية الحصول على المزيد من المعلومات. دكتورة أمل، مرحبا بك في هذا البرنامج. ماذا يعني مصطلح معالم أو علامات النمو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أستاذ مثنى. إن دراسة تطور ونمو الأطفال أمر شيق وممتع، وكل طفل ينمو ويتطور بطريقته الخاصة. وعند النظر إلى معظم الأطفال فأنهم يكتسبون مهارات معينة في أعمار معينة، وهذا ما يسمى بمعالم النمو. وبعض الأطفال قد يكتسبون هذه المهارات في وقت مبكر أو في وقت متأخر قليلا. ما علينا هو متابعة هذه التطور والنمو باستمرارية لمعرفة أنها تمشي في الطريق الصحيح. سوف نتحدث اليوم عن 4 أجزاء من مراحل أو معالم النمو، وهي الحركة والتطور الاجتماعي، التواصل، وكذلك طريقة التفكير. وأهمية ذلك لك كأب بالنظر إلى تطور الطفل هو أن أولاً راح نفهم أو سوف نفهم معالم النمو أفضل، وسوف نعرف إذا كان هناك أي تأخير عن الطبيعي، وكذلك ماذا نفعل عند وجود هذا التأخير. وسوف نرى أجزاء كثيرة من تطور الأطفال في الأعمار الأولى من العمر، السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة. شكرا دكتورة أمل. هل أخبرتينا دكتورة أكثر قليلا عن هذه المراحل المختلفة من النمو؟ نعم، الحركة، ونقصد هنا بالحركة كيفية استخدام الأطفال لأجسادهم. مثلا نقول إلى أجدادنا إنها تستطيع الجلوس، لقد مشى أول خطوة له اليوم. أما التطور الاجتماعي فنقصد به هنا طريقة تعبير الأطفال عن مشاعرهم وطريقة فهمهم للآخرين. أما التواصل فقد يكون التواصل لغوي أو لا لغوي، ونقصد به هنا كيف تعبير الطفل عن احتياجاتهم للآخرين وفهم ما يقوله الآخرين لهم. نعم، وبطبيعة الحال الآباء والأمهات دائما ما يكونون في غاية السعادة مع الكلمة الأولى لطفلهم. بالفعل، هذه دائما تكون لحظة مميزة إلى الآباء. والآن دعنا نتكلم عن التفكير، ونقصد به هنا كيف يتعامل الطفل مع مواقف جديدة وكيف يلعب مع الآخرين. دكتورة أمل، ذكرتي اللعب هنا، لكننا نتحدث عن النمو. كيف يتناسب اللعب مع هذه المناقشة؟ شكرا لهذا السؤال المهم. اللعب عند الأطفال هو عمل أو وظيفة الطفل، فعندما نراقب الطفل كيف يلعب مع الأطفال الآخرين أو مع بنفسه أو مع الكبار، نجد أننا نفهم أو نرى بسهولة كيف يتحرك، كيف استخدامه لجسده، وكيف أيضا يختلط اجتماعيا، وكيف يتواصل، وكذلك كيف يفكر أثناء اللعب. نعم، هل يمكنك أن تعطينا مثالا على ذلك دكتورة؟ بالتأكيد. خلال لعبة بسيطة مثل رمي الكرة من وإلى شخص آخر، يمكننا أن نرى كيف يستخدم الطفل جسده أثناء الجلوس والإمساك بالكرة، وهذا مثال على الحركة.
وكيف يتبادل رمي الكرة مع الشخص الآخر، وهذا مثال على التطور الاجتماعي، وكيف يتواصل ببعض الكلمات كأن يقول هذا دورك، وهذا مثال على التواصل، وكيف يمكن للطفل فهم قواعد اللعبة، وهذا دليل على التفكير. شكرا لك دكتورة. أعزائي المشاهدين، سوف نلقي نظرة على بعض مقاطع الفيديو لأطفال في السنة الأولى والثانية والثالثة. لكن قبل أن نشاهد مقاطع الفيديو أستاذ مثنى، أحب أن أنوه إلى بعض الأمور الإضافية عن معالم النمو. إن هذه المقاطع مقاطع صغيرة جدا عن معالم النمو لهذه الأطفال، لكن معالم النمو بالعموم هي أكبر من ذلك بكثير وأكثر شمولية. وكما ذكرنا في بداية البرنامج، إن كل طفل ينمو ويتطور بطريقته الخاصة. نعم صحيح. شكرا دكتورة على هذه الإضافة، هذه نقطة جيدة جدا. الآن دعونا نبدأ من خلال إلقاء نظرة على معالم الحركة. دكتورة أمل، ماذا يعمل الأطفال في هذه المشاهد؟ هل من الممكن أن تشرحي لنا أكثر؟ نعرض هنا معالم الحركة عند الأطفال في السنوات الثلاثة الأولى. ولفهم آلية التطور هذا، يجب أن نعلم أن الطفل ينمو ويتطور بترتيب أو بتسلسل معين. مثلا يقف الطفل قبل أن يمشي، ويمشي قبل أن يجري. نعم. إذن هناك تسلسل. من خلال الجمع بين مقاطع الفيديو الثلاثة، يمكنك أن ترى كيف يكتسب الطفل مهارات القوة في الوقوف، والتوازن في المشي، والتنسيق الحركي في عملية الجري. وكل معلم من معالم هذا النمو هي تطور في حد ذاته. نعم. الآن بعد أن أصبح لدينا فهم أفضل لآلية التطور وأهمية معالم النمو، دعونا ننظر للتواصل. ما نراه هنا يؤكد ما ذكرناه سابقا، إن التواصل لا يعني دائما التحدث والكلام. ففي هذا المقطع نرى أن الطفل يعبر عن كلمة لا بهز رأسه، وهذا يوصل المعنى. ماذا عن التطور الاجتماعي؟ How are you? Yeah. Are you gone? نعم، هناك هنا يمكنك أن ترى أن هذه الطفلة غير مرتاحة، وأنها تتشبث بأمها بوجود الشخص الغريب، وهذه استجابة طبيعية لمثل هذا العمر. ماذا عن التفكير؟ ماذا نتعلم من طفلة في السنة الأولى وهي تتظاهر بالشرب من الكوب؟ هذه الطفلة تمسك بالكوب بشكل سليم وتجذبه إلى فمها بطريقة صحيحة، ومع أن الكوب فارغ إلا أنها تخبرنا أنها تفهم ماذا يعني الكوب وكيفية استخدامه، وهذا يعتبر يعني طريقة غير مباشرة لفهم التفكير، وهو اللعب بالتقليد. دعونا ننظر لتطور الحركة ونشاهد طفل في السنة الأولى يأخذ بضع خطوات دون التمسك بشيء. وهذا ما نتوقع اكتسابه في هذا العمر، لكن يجب أن لا ننسى أن بعض الأطفال يمشون مبكرا وبعض الأطفال يتأخرون قليلا، وكما ذكرنا ونعيد أن كل طفل يتطور بطريقته الخاصة. نعم. إذا نظرنا مرة أخرى لنفس معالم النمو، لكن هذه المرة لعمر السنتين، فدعونا ننظر للتواصل. What is this? No. Very good. What is this? Yes. يمكن للوالدين استغلال الروتين اليومي لحياتهم في تعليم أطفالهم أجزاء الجسد وأسماء الأشياء، وهذا بسهولة ممكن أن يتعلمها طفل ذو عمر السنتين. نعم. دعونا ننظر للتطور الاجتماعي لطفل عمره سنتين يظهر الاعتراض. دكتورة أمل، هل هذا ما يعنيه الناس عندما يقولون طفل مشاغب؟ هذا مثال جيد على السلوك الاستقلالي الذي يبدأ في السنة الثانية من العمر، ويسمي بعض الآباء هذه المرحلة بمشاغبة طفل السنتين، وهذا من السلوك الطبيعي الذي نراه في هذا العمر. نعم. وهذا الطفل ذو العامين الذي يتبع
تعليمات من توجيهين. هنا يمكننا أن نرى أن مهارات التفكير أصبحت أكثر تعقيداً، فهذا الطفل أعطي توجيهات عليه أن يتذكرها وعليه أن يؤديها. ورغم أن مقطع الفيديو هذا بسيط جداً، إلا أنه يحتوي على آليات كثيرة من التفكير. نعم، دعونا ننظر إلى تطور الحركة. من الشائع أن يتعثر الأطفال ويسقطوا على الأرض كثيراً عندما يبدأوا تعلم الركض. نعم، دعونا ننظر للتواصل وطفل 3 سنوات هذا وهو يسمي الأشياء الشائعة. What is this? A phone. Very good. What is this? A block. What is this? A crayon. What is this? A book. طفل 3 سنوات هذا يسمي مجموعة متنوعة من الأشياء الشائعة، وأريد أن أشير إلى أن في هذا الفيديو يبدو الطفل يقظ جداً، فعنده تواصل بصري رائع مع المعلمة والأشياء التي تريها، ولديه القدرة على الجلوس والتركيز. نعم، وهذا طفل ذو 3 سنوات من العمر وهو يتناوب الأدوار في اللعب. وهذا مثال جيد على التطور الاجتماعي، حيث أن تناوب الأدوار يتطلب من الطفل أن لا يكون أنانياً وأن يعطي فرصة للآخرين للعب، فالطفل يعرف كيف يشارك وينتظر ردة فعل الطفل الآخر للعب معه، وهذا دليل بأن مراقبة اللعب تعطينا انطباع عن تطور الطفل ونموه. نعم، والآن دعونا ننظر إلى التفكير. Whose? That's hers. That's hers. Okay. Whose is this one? Mine. That's mine. كثيراً ما نرى معالم النمو متداخلة مع بعضها، ففي هذا المثال فهم ما هو لي مختلف عن ما هو لك، مختلف عن ما هو لها، لا يظهر فقط مهارات التفكير، بل أيضاً التطور الاجتماعي وفهم التواصل، والذي يشمل كذلك التفاعل من خلال مفردات، معرفة المفردات، فهمها واستخدامها لي، لك، لها. نعم، والآن دعونا نشاهد المقطع الأخير لمعالم النمو. يمكنك ملاحظة الفرق في التطور هنا بين طفل عمره 3 سنوات وطفل عمره 2 سنين الذي بدأ يركض. إن تنسيق الحركة وتحسن التوازن والثقة أثناء الركض أمكن الطفل عمره 3 سنوات أن يلعب الكرة، وهذا مثال آخر على أن اللعب مهم لفهم التطور. نعم، شكرا لك دكتورة أمل. معرفة معالم النمو وما نتوقعه من تطور الطفل أمر مهم جدا، ويمكن أن يكون مبهج للوالدين الحديثين من حيث تتبع وملاحظة نمو طفلهم، ولكن على الجانب الآخر ما الذي ينبغي على الوالدين الأبوين أن يبحثوا عنه إذا شعروا بالقلق بأن مراحل النمو لا تتطور كما ينبغي أن يكون؟ يظهر في مقطع الفيديو التالي توأمين في نشاط اللعب عمرهما 19 شهرا وهما بن ونيت. هنا نرى توأمين، التوأم الأول بن يحب اللعب مع والدته، إنه يبتسم لها، يتواصل معها، ينظر إليها، يستخدم بعض المفردات البسيطة الأولية مثل أو، وواضح أنه يريد أن يلعب أكثر مع الأم. في الجانب الآخر التوأم الثاني نيت يبدو غير مهتما كثيرا للعب، فهو لا ينظر لوالدته، لا يستخدم بعض الأصوات أو المفردات اللغوية، ويبدو أنه يلعب لوحده.
كما ترون قد تكون المخاوف بسيطة وغير واضحة للكثير من الأهل، ولكنها تتضح عند غياب معالم نمو أخرى مثل الحركة والتفكير والتواصل. في عمر السنة والنصف ينبغي علينا أن نقلق إذا كانت المعالم التالية غير موجودة. أولاً، تأخر مهارات التواصل، وذلك عندما تكون مجموع مفردات الطفل اللغوية أقل من 6 كلمات أو لا يكتسب الطفل كلمات جديدة. ثانياً، تأخر التطور الاجتماعي، عندما لا يلاحظ الطفل حضور أو غياب أحد الوالدين. ثالثاً، ضعف تطور التفكير، كأن لا يشير بإصبعه للأشياء اللي يريها للآخرين. ورابعاً، تأخر التطور الحركي عندما لا يستطيع المشي عند هذا العمر. الكشف والبحث عن وجود تأخر هو جزء مهم من عمل طبيب الأطفال، وينبغي أن يتم بصورة دورية لجميع الأطفال عند مراحل عمر 9 شهور، السنة والنصف، والسنتين، والسنتين والنصف، عند زيارة الطفل للطبيب. بغض النظر عن وجود بعض المخاوف من عدمه، يجب على الآباء طلب المسح المناسب لعمر الطفل إذا لم يقدم لهم. عندما يواجه الأبوين مخاوف بشأن نمو طفلهم، غالباً ما يكون من المفيد لهم أن يستمعوا مباشرة إلى الآخرين الذين كانت لديهم مخاوف مماثلة، ليخبروهم بقصصهم ويقدموا لهم المشورة. دعونا نستمع إلى قصة هذين الأبوين. كان عندي شكوك ومخاوف إنه في شيء غلط بالصبي. ما بيحكي، بيصرخ، ما بيستعمل إيده. الصريخ الطريقة الوحيدة ليتواصل مع المجتمع. ما كان يلعب مع بقية الأطفال. فعرفت إنه في شيء مش مزبوط، إن الولد لازم المساعدة. بس حسيت بخطورة الموقف أكتر وأكتر لما معلمته بالمدرسة بالديكر قالت إنه لما بتعيط له ما بيجاوب على اسمه. حتى لما عبرت عن شكوكي مع دكتورته، الدكتورة قالت لأنه في أكتر من لغة بالبيت، عشان هيك الولد مأخر. بس أنا كنت طول الطريق، طول المشوار، وأنا بعرف في شيء مش مزبوط وفي شيء لازم ينعمل. مخاوفي كان لها جزئين. الجزء الأول هو كان إني صرح بالتشخيص لأهلي اللي عايشين خارج أمريكا، والخوف كان من ردة فعلهم، إنه هني ما يتقبلوا التشخيص، خصوصاً إنه الطفل كان أول حفيد لهم وعندهم محبة كبيرة له. رحنا فحصناه عند دكتورة للنطق. دكتورة النطق قالت أول خطوة نعملها لازم فحص الدين لنشوف السمع. السمع كان ممتاز. رجعنا لدكتورة النطق. دكتورة النطق اقترحت early intervention، بيجوا على البيت بيساعد الولد بالحكي بالنطق. بخلال هالفترة هيدي كنت أنا عم بقرأ أونلاين معلومات أكتر عن المشكلة عند الولد، كيف فينا نحلها، على السيرفيسز اللي مفروض نجيبها للولد. فبهالوقت أنا قدمت طلب للمستشفى ليعملوا له evaluation. في هذا المقطع يوجد العديد من النقاط التي يمكننا أن نتعلم منها. من المهم جدا عندما يكون أحد الوالدين أو كلاهما لديه مخاوف لنمو وتطور الطفل أن يخبر طبيب الأطفال عنهم، وأن لا يقلقوا ما إذا كانت هذه المخاوف ساذجة أو مبالغ فيها. إن من الأفضل طرح هذه الأسئلة على طبيب الأطفال والحصول على الإجابات عنها، بدلاً من إبقائها، وحقيقة قد تكون حقيقية هذه المخاوف. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها هي أن تعرض الطفل للغتين في المنزل لا يسبب تأخر الكلام أو اللغة عند الطفل، وهذه قد تكون من المعتقدات الشائعة والخاطئة في نفس الوقت. سؤال كثير ما يطرح، وهو كيف يمكنني أن أخبر بقية الأهل أن طفلي عنده إعاقة أو صعوبات؟ قد تكون الإجابة لهذا السؤال غير محددة، وذلك لأن كل عائلة لها معتقداتها وظروفها، فيحتاج الأبوين الكثير من الدعم من الأهل والأصدقاء،
وأنا أشجع الأبوين على إخبار الأهل المقربين لهم بطريقة مبسطة ليحصلوا على الدعم اللازم لهما. وهنا أيضا يحتاج الطبيب أن يكون حساسا للاختلافات الثقافية بين المجتمعات، وهذا النوع من التشخيص حساس جدا وقد يثير ردود أفعال عاطفية قوية جدا أيضا. ومن الأفضل أن يتم التعامل مع هذا التشخيص بروية وهدوء واستخدام كلمات بسيطة وفي سياق إنها مشيئة الله عز وجل وإنها قضاء وقدر، وأن هذا التشخيص يعتبر اختبار وليس عقاب. دعونا نستمع إلى نصيحة بنا ويوسف في هذا المشهد. بالنسبة للأب، أنا بنصح الأباء أن يكونوا صبورين وأن يتفهموا أنه الطريق العلاج طويلة وبدها صبر وبدها تعاون بين الأب والأم. كمان بنصحهم أنه يوعوا نفسهم، يطلعوا على الأونلاين ويقروا عن المرض ويفهموا طريقة العلاج. أما بالنسبة للعوائق المادية اللي ممكن تكون موجودة، فمعظم الولايات بتقدم مساعدات للأشخاص ذوي الدخل المحدود، فممكن معظم الخدمات اللي تقدم للأطفال تكون مجانية. نصيحة جيدة. من المهم أن نعي دور الأب في جميع مراحل التشخيص والعلاج، وأن هناك احتياج أن يكون الأبوين مع بعضهم البعض في التعاون خلال هذه المراحل الصعبة. وكذلك أؤيد أهمية الاطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص هذا الاضطراب وما هو متوفر في المجتمع من خدمات تفيد الطفل نفسه. نعم. لمزيد من المعلومات حول معالم النمو، لدينا مواد مجانية متاحة للمساعدة. يوضح كتيب تعقب معالم النمو التدخل المبكر التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، صور تجسد معالم النمو الرئيسية التي يجب البحث عنها منذ الولادة وحتى سن الخامسة. توفر قوائم التدقيق لمعالم النمو التدخل المبكر والتابعة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC رؤية أبعد من خلال توفير معلومات أكثر وأعمق بخصوص معالم النمو. كل من هذه الأدوات المجانية الرائعة متوفرة بعدة لغات ويمكن تحميلها عبر الإنترنت على مواقع التدخل المبكر. للحصول على نسخة مطبوعة من الكتيب أو التحدث إلى أخصائي يمكنه تحويلك للمساعدة المناسبة. إذا كان لديك مخاوف يرجى الاتصال بالرقم الموضح على الشاشة. تأكد من ترك رسالة تحتوي على المعلومات التالية، وسيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالاتصال بك مرة أخرى بلغتك المفضلة. شكرا لكم على المتابعة. نأمل أن يكون هذا البرنامج قد قدم لكم معلومات مفيدة عن النمو الصحي لطفلكم، والشكر موصول إلى الدكتورة أمل العوامي على مشاركتها في هذا البرنامج. دكتورة أمل، هل من نصيحة أخيرة لمشاهدينا؟ إلى كل أب وأم، ثق بحدسك، وعندما تكون لديكم مخاوف اسألوا المختصين. شكرا دكتورة أمل، كان هذا لقاء مليئا بالمعلومات. شكرا على الاستضافة.